ما هي تاني مرة بنجي هني مدعيين، عادة المدعي هو اللي بيكون سريع بتحريك الدعوة. مرت الماضي وهالمرة قدموا قضايا شكلية لتأجيل الدعوة. الموضوع هو انه لما انعملت مقابلة عن يو تي في مع الاستاذ جورج صليبي بعد اعتراف الرئيس السابق سعد الحريري بشو تزور اعتذاره من سوريا، وصار في حملة يومت علينا من ضمنها شارك فيها سمير جعجع على الحملة، وقال كلام بيتعلق بشهود الزور وغيرون وانه ما بده يعترف وشكك ببراءة الضباط وشي من هالنوع، وبالتالي اقتضى الامور انه رد عليه بخلال المقابلة بنقاط بتتعلق. هو بيقول عن حاله معتقل سياسي، انا فندت بالمقابلة ليش مش معتقل سياسي كان. بنفس الوقت هو بيحكي عن الكنيسة، ونحن أنا بالمقابلة حددت شو مسؤوليته هو وغيره بكنيسة سيد النجب الزوق، وأنه القوات انحكموا بالكنيسة، وجعجع طلع براءة للشك وأكدت على اعترافه بتفجير كنيسة سيدة النجب، بالإضافة لأمور عديدة أخرى تتعلق بالتاريخ أكثر ما هي بتتعلق بالعدالة. هن من خلال الإعلام والسياسي بدوا يلغوا تاريخ، وبالتالي بتلاحظيهم بكل الفترة اللي مرقت لليوم، لا طلع سمير جعجع بالعفو هو الإسلاميين لليوم، التركيز هو كأنه ما كان في قضاء، كأنه ما كان في مديرية مخابرات، كأنه ما كان في رئيس ومرؤوس بالمعادلة، إنه خلينا نحصرها كأنه شخصية بين جميل السيد وبيننا. وبالتالي كان هدفي أنا من الجلسة اليوم ووضحتها للقاضي إنه ليه عم يتهرب، وتعال نفتح المرافعة هلا، وأنا بدلي بكلامي وقلت له أنا مقدم 37 دعوة، وقت بكون مدعي ما بيجي، بس وقت بكون مدعي عليه بيجي، لأنه حديثي بيكون بيتعلق بشغلي مرتبطة بالتاريخ والعدالة. فقضايا سمير جعجع بتعلق بتوقيفه بخلال الفترة السابقة، والقضايا اللي عم بيرد عليها فيها هو مرتبطة بتاريخ قسم من تاريخ لبنان في تلك الفترة. طيب معك كتاب، وبالتالي في معك كتاب، هذا الكتاب لفيليب خير الله بالضبط، ليش جايبه معك؟ لما لقيت أنا أنه المحامي الأستاذ سليمان لبوس محامي سمير جعجع عم بيطلب التأجيل، يعني عم يهربوا من المواجهة، ما بدهم إياني فصل، بدهم إياني غيب ليصير تسجيل محامين بالموضوع، قلت له بنصح، عم بقول له لرئيس المحكمة هيدا كتاب بإيدي اسمه نحكم باسم الشعب اللبناني للقاضي فيليب خير الله رئيس مجلس العدل اللي حكم سمير جعجع بمعظم الأحكام، واللي كان اسمه قديس العدلية، واللي الله يرحمه توفى مؤخرا كانوا يسموه قديس العدلية. قلت له بنصح الأستاذ سمير جعجع ووكيله الأستاذ لبوس يقروا هيدا الكتاب لأنه صدر مؤخرا، بعتقد بصير لهم مصلحة أنه مش بس يتراجعوا عن الدعوة، بصير لهم مصلحة ما يقعدوا يحكوا بالمرة أنه جعجع كان معتقل سياسي، ما بقعد يحكوا بالمرة عن مسؤولية القوات بالكنيسة بتفجيرها، ما بقعد يحكوا بالمرة بالأمور اللي عم يحكوها بالسياسة وبالإعلام، لأنه الحكي ما بيغطي التاريخ. طيب في كتير ما حيقروا لهذا الكتاب. نعم. حضرتك قريته، بس شو ليش هالقد مصر على شو الفكرة الأساسية؟ لأنه هذا الكتاب مؤرخ فيه الرئيس خير الله مختلف محطات المحاكمات اللي صارت مع سمير جعجع، ويقول بوضوح بقضية رشيد كرامي، بقضية تفجير الكنيسة، بقضية تفجير للوزير ميشيل المر، بمختلف القضايا اللي تحاكم فيها قدام المجلس العدلي، مؤكد الخير الله بيقول لم يتعاطى معنا أحد ولم يتدخل معنا أحد في هذه الأحكام وفي هذه الدعاوى، لبل أنني تلقيت، عم بقول خير الله، اتصالات تهنئة من الرئيس رفيق الحريري الذي كان رئيسا للحكومة في ذلك الحين، وتلقيت اتصال تهنئة من الرئيس الياس الهريو الذي كان رئيسا في ذلك الحين، وبحط أجوبته وبحط الوقائع الأحكام التي تثبت فعلا أنه الملفات كانت حقيقية 100% 100%، وأن الأحكام كانت عادلة، لبل تم التخفيف عن سمير جعجع فيها باعتبار أخذوا بعين الاعتبار أنه هيدي قضايا صار عفو، لكن هالقضايا ما كانت مشمولة بالعفو. وقضية داني شمعون بالطبع أخذ حيز كبير بهيدا الموضوع، ومن الثابت والمؤكد، يعني أنا اللي بدخني أنه بمناسبة داني شمعون بيجي القوات بيحضروا جناس، يعني بمعنى أنه بيقتل القتيل بيمشي بجنازته، هون مش مزايدة، هن ادعوا، أنا ما عم بحكي بالتفصيل بالهيدا، لما ادعوا جبروني أنه إجي لا أحكي تاريخ. طيب هلا الدعوة لأي متى تأجلت؟ تأجلت 28 شهر الأسبوع الجاي، لأنه القاضي أخذ موقف أنه ما بيصح هيك، أنه طيب أوكي رح نعطيك حقك بس هالمرة أسبوع واحد فقط،
ومرت الجاي بيكون مرافعات. قبل ما نختم، لانه سريعا ما نختم برنامج الحدث، حضرتك كمان في محكمه دوليه مستمره، وحضرتك مفترض كمان تكون شاهد بهذا الموضوع. ايمتى جميل السيد رائع على المحكمه الدوليه؟ انا اكيد مش رح اكون شاهد للمدعي العام، بس بالتاكيد رح يطلبوني كشاهد لصالح الدفاع، بمعنى الوقائع اللي حكيوها مروان حمادي واللي حكيها الدكتور غطاس خوري وبعده عم يحكيها، مع الأسف يعني عم بيصوروا فيها الوضع أنه كانوا كلهم متبرئين من سوريا من سنة 90، وأنا بعرف أنه وعندي شيء يقوله بكل الأمور بما فيها المسائل اللي بتتعلق بجريدة المرحوم جبران التويني، يلي بسنة 2000 لجأ لإلي خوفا من الحريري عم بيقلي بده يرفع رأس المال، وبالتالي احنا ما معنا مصاري بصير أسهمنا أقل، وطلب مني أنا أنه أتوسط لدى صديق مشترك ليأمن تمويله، أمن له تمويل لحتى قدر اشترى ليمنع الحريري من السيطرة على الجريدة، يعني قصدنا لقلنا. وبالتالي عكس الكلام الحكي مروان حمادي، في أمور كتيرة ممتعة وتاريخية، وأنا ما بحكي عن أموات، بيكون عندي وثائق. ما بيستشهد بميت، هني ما بيستشهدوا إلا بالميت، أنا كل ميت في حده طيب، لما الميت ما في حده طيب أنا ما بسميه. شكرا لك حبيبي، أهلا وسهلا فيك.